بدوره أشار سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى إلى أن المكرمة الملكية السامية تعد تجسيدا واقعيا للمبادئ والقيم الإنسانية والحضارية النابعة من الإرادة الملكية، كما أنها انعكاس لما تضمنه الدستور من مبادئ وترسيخ لدعائم الحق والعدالة وحفظ أمن المجتمع واستقراره. بداية أعتقد بأن ذلك يعد تجسيد واقعي للمبادئ وللقيم الإنسانية والحضارية النابعة من الإرادة الملكية، وهو توجه بكل صراحة ليس بغريب على جلالة الملك، فهو ملك الإنسانية وهو صاحب القلب الكبير وهو الحامي الأول للدين والوطن، وكذلك هذا هو انعكاس لما تضمنه الدستور من مبادئ تعنى بترسيخ دعائم الحق والعدالة وحفظ أمن المجتمع واستقراره. سيدي صاحب الجلالة هو والد الجميع، يتلمس وعلى الدوام احتياجات وظروف شعبه، وقد عود شعبه على نشر التسامح والمحبة والخير لأبناء هذا الوطن. هناك الكثير مما نتعلمه من هذه المكارم. تعلمنا من جلالته أنه في كل عام وبمناسبة الأعياد وجريا على عادة جلالته الكريمة وحرصا من جلالته على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو لكي يندمجوا في المجتمع ولكي يشاركوا في مسيرة البناء والتقدم، سيدي صاحب الجلالة يصدر هذا العفو الخاص، وهذه هي أيضا ديدنة المشروع الإصلاحي الذي نعبر كل يوم من خلالها آفاق جديدة. هذا المشروع الذي دشن خلاله على سبيل المثال العديد من المبادرات، ويمكن من آخرها إطلاق قانون العقوبات والتدابير البديلة وغيرها من يعني مما يعبر عن ما نطلق عنه السياسة العقوبة الجديدة. هذه السياسة تتيح المجال أمام التوسع في تطبيق العقوبات وتفتح مسار متقدم لترسيخ العدالة وحقوق الإنسان، ولكن ذلك لا يتم إلا وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة أسهمت صراحة في تعزيز الاستقرار المجتمعي والأسري ورسخت النهج الإنساني والحقوقي في تطبيق أنظمة الإصلاح والتأهيل للمحكومين. بالنسبة إلى انعكاس ذلك العفو الملكي السامي على سلوكيات المستفيدين، أعتقد أن هذا العفو يعد فرصة كبيرة للمفرج عنهم، وكذلك أعتقد هي فرصة لذويهم وفرصة للمجتمع، لأن ذلك يبث روح الأمل والعزم في كل مواطن في أن يوجه الإمكانيات والطاقات لبناء دولة المؤسسات والقانون. هي فرصة للمفرج عنهم في أن يندمجوا في المجتمع من جديد وأن يتحولوا لعوامل ازدهار وبناء لهذا الوطن لوطنهم في ظل العهد الزاهر. هي فرصة لمن أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح الخطأ والرجوع عنه والعودة للطريق الصحيح لما فيه مصلحة للوطن وكذلك للمواطن.